هذا الشخص الذي فضح بن عصام فضحا كبيرا وعظيما، فضحه فضحا من داخل البلدية ومن داخل قطاع الصيد البحري الذي تعشش فيه الفساد بعد محاولة إقصاء الزبير واتهامه بالتجارة في المخدرات. الزبير بريء، الزبير فنادق وتجار البشر وتجار المخدرات هما اللي كيحتضنهم بن عصام. الآن عليكم أنتم سكان أصيلة أن تنتفضوا ضد هذا الشخص ولتجعلوا في الانتخابات المقبلة أن تجعلوا منها معركة من أجل إقصائه ورد الاعتبار وركنه في إحدى زوايا هذه المدينة، ولتلتقموا شخصا يليق بهذه السكنة وتهيئة نضالية. نزلنا على الطريق زوبر يا رفيق، 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 نزلنا على الطريق. أيها الأخوات، أيها الأخوات، أيها الإخوة، ساكنة مدينة أصيلة، لقد جئنا إليكم اليوم من أجل بعث رسائل قوية إلى المسؤولين، سواء في وزارة العدل على رأسهم وزير العدل، أو إلى وزارة الداخلية شرطة الوصاية وعلى رأسها وزير العدل، ولنقول على رأسها وزير الداخلية، ولنقول أن الملف ملف الاختلاسات وملف الفساد الموجود بين يدي الفرقة الوطنية، نطالب المسؤولين بفتح هذا الملف وبمتابعة كل المسؤولين المورطين في جرائم الفساد في هذه المدينة. لقد جئنا اليوم لنقوم بفتح الفساد ورموز الفساد ولندافع عن مناضلي هذه المدينة الذين يحاربون الفساد. لقد جئنا من أجل هذا الهدف السامي، من أجل هدف الإنساني، من أجل هدف الحقوقي، لأن نتضامن ونقوم بواجبنا الوطني. أشكر جميع المتدخلين، أشكر جميع الحاضرين، ولنا مواعيد أخرى إن شاء الله. قلت على أنه هذه هي نقطة البداية، ولنا مواعيد متعددة، منها سننظم جلسات الإنصات إلى ضحايا الفساد في هذه المدينة في المناسبة القادمة إن شاء الله، وسنقوم بمحاكمة رموز الفساد في هذه المدينة. ولهذا أشكر الجميع على حضوركم، وأطلب من الجميع أن يذهب إلى حال سبيله وأن يتفرق بهدوء وبانتظام، احتراما للنظام واحتراما للقانون واحتراما للسلطة واحتراما للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله. عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، الله حمد. باقي جلسات الاستماعية اللي غادي يستمعوا فيها الناس، غادي تكون في قاعة ويكون حمد.